حدش اتترجي. اللقطه اللي هي نزلت اللقطه دي احنا انا جيت في الاخر كده اديت لاعب الترجي الكره براحه، قام اديت كامز علي قالوا لي ادي له الكره في ايده وبسرعه، فاديتها له وقلت لهم معلش وكده. بعدها على طول قمت جاري، اول ما اتحسبت ركنيه قمت جاري على الكورنر قمت حاططها. اول ما طلعنا في نفق كده في استاد القاهره بتطلع بيه الاوض واوضه الحكام واوضه البول بويز وكده، النفق ده اول ما طلعنا فيه قاموا ثلاثه مقابليني. اول ما طلعت الامن بتاع الاستاد قام قايل لي مين اللي عمل كده، هو ده طلع في التلفزيون والناس اتكلمت عليه وكده. اللقطات بتاعتي كانت ماتش بيراميدز، الفرحه اللي جون مصطفى محمد لما كان بينتقدوه وكان بيقللوا منه وجاب جون وفرحنا معاه، دي لقطه تاني. واللقطه الثالثه ماتش سموحه ورا مصعد عوض، الميه الكره ما كانتش طبعا عايزه تخش، قمنا يعني قمت انا ماسك ازازتين ميه خدتهم من دكه سموحه كمان ورحت بيهم وقمت رششهم على الجون، يعني حاجه تهز الشبكه كده. بعد كده برضه ما جابوش. ماتش الزمالك وجنراسيون شفنا قبل الماتش كمان بيرشوا ميه برضه نفس الكلام، وقام حافر طوبتين وخدهم معاه بعد الشوط الاولاني، احنا ما خدناش بالنا ان هو حافرهم، يعني احنا قلنا رش ميه بس، لا لقيناه كمان حاطط طوبتين بين العرضتين، يعني بين العرضه دي وبين العرضه دي، ومن رايحين بين الشوطين. اول ما حطهم بعد الشوط الاولاني بدقيقتين، اول ما الشوط الثاني ابتدى بدقيقتين، ومن رايحين رحت انا واخدهم قمت شايلهم، قمت مديهم انا شلت انا طوبه وديت طوبه للصحفيين عشان يصوروها كده. اما هو بقى لما قام زعق بعد اكتشف بعديها ثلاث دقائق مثلا او اربع دقائق اكتشف بعديها، فضل طول الشوط بقى زعلان وكده. وحتى بيلي محمود علاء اللي تشاط وضاعت جت في العارضه كمان، مواقف كان نفسنا نفرح فيها. يعني ماتش سموحه ده تعادلنا ورا وقعنا كذا مره وتعثرنا كذا مره، فماتش سموحه ده كان اخر ماتش وبعديها كده كسبنا بعديها بيراميدز 2-0، فالماتش ده كان هو ده يعني فك النحس. مصعد عوض كان زعلان وكان متضايق مني بعد الواقعه دي، ورجب بكار ماتش بيراميدز كل ما يزعق لي يقول له خلاص يا رجب اخليه يعرف كده بسرعه، وابو جبل كل ما اعمل كان حاجه كان يضحك ويقعد يقول بقى لو انا طلعت بره الزمالك وعملته فيها كده مش هصبر عليكم. لما حد يجي يتضايق مني مثلا او اعرف ان هو متضايق يقول لي مثلا احذف كرة بسرعه عشان ما ازعلش عشان ما اضربكش، اتلعبت له تماس قام رايح بيها انا حذفتها في مكان الكوره عشان تأثر على الكوره، لكن لو اترمت وكان راح بيها في نص الملعب مثلا يقول لك مش مؤثره وكان الجون هيتحسب. لا الماتش بيراميدز والزمالك ده بعد الواقعه طبعا جماهير الاهلي وجماهير كتير جدا نزلت شتيمه لحد بعد الماتش بيومين كمان. انا رحت الكين وبعدها بيومين بيراميدز وقابلني وقام ضاحك، يعني هو فكروه بس بالانجلش فكروه قام ضاحك وبيسلم عليا. وكمان ماتش الزمالك وسموحه واقعه مصعد عوض دي برضه نزلوا فيها، وبالذات كان مصعد عوض كمان اهلاوي شافني بقى بعد الماتش كان متعصب بس ما قاليش انا كنت بعيد عنه. رقم واحد اللي بيضيعوا في الاجوان وقت الهاني سليمان، السعداني حرس الحدود، مصعد عوض، بس انا كنت اللي بمسك قبل الماتش ده وزعه كذا وده وزعه كذا، فانا كنت بحط نفسي يعني جنب دكة الزمالك كنت بقف مثلا واحد ورا الجون، فلاقيه بقى بيتعامل معايا ده بيحذف له بطيء وده بيتعامل بطيء والوقت بيضيع وكده، فبقوم جايب ده جنب دكة الزمالك في كذا واحد بقى يساعده لو ضيع وقت، هم انا رايح بقى ورا الجون رامي له بسرعه حاطط له الكره على طول ما يقدرش يحركها من مكانها بيقوم لعبها على طول.